مثل ما تفضلت قلت انت احنا لازم ناخذ 3 نقاط عشان نسير بخطه ثابته في المجموعات، نعرف المباراه كيف مهمه لفريق الشرطه ودرسنا المباراه هذه ومستعدين لها جيدا. بنطبق ان شاء الله تكتيكات المدرب وباذن الله بنهايه المباراه نطلع بـ3 نقاط اداء ونتيجه. نقدم كل احترام لفريق الشرطه، اكيد نحن اليوم جايين ضاربين خط عشان نحرز 3 نقاط ونصعد دور المجموعات. طموحنا ان ناخذ المطلوب من هذه المباراه ونتطلع ان شاء الله في المباريات القادمه.